رئيس الجمهورية بوضوح بإرجاع البرلمان وبتشكيل الحكومة فورا وبمشاركة الأحزاب، ويعرفوا أنه رئيس الجمهورية تقريبا معادي للمنظومة الحزبية في البلاد. كان جيو لحركة الشعب، حركة الشعب تقريبا من أكثر الأحزاب المساندة لرئيس الجمهورية. أصبحت المواقف بعض القيادات كما موقف السيد سالم العبيد يقول لابد من الرفع الفوري لتجميد البرلمان. كان نجيو لبعض الجمعيات الأخرى، نقابة الصحفيين، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بعض الجمعيات الحقوقية الأخرى تقريبا أصبحوا يتوجسون من النيل من مربع الحريات، خاصة أمام هذا الكم الهائل اليوم من تحجيرات على السفر ومن الإجراء الحدودي اللي قاعدين قريب قاعد يتوسع يوما بعد يوم، مما حسسنا بأننا وكأن في سجن كبير اليوم. يعني هالتغير هذايا في المواقف تحس أنه ربما يحرج رئيس الجمهورية وإلا لا يعبأ بها رئيس الجمهورية. على كل، هو التغير اللي قاعدين نلاحظه في المواقف راهو منتظر وما زلنا ننتظر أكثر من هذا. السبب بسيط، وانه الناس هذوما اللي راهنوا على السيد الرئيس وراهنوا على 25 جويليا كانوا ينتظرون على الاقل ان يكونون شركاء فيما سيذهب فيه السيد الرئيس. لكن اليوم وقت اللي السيد الرئيس كما حكينا من الاول قعد متفرد بالراي يخمم وحده وما يكلفش روحه حتى انه يتوجه بخطاب الى الشعب التونسي، حتى خطاب طمنة، وهو السيد الرئيس لم يتوجه بخطاب طمنة. كل يوم يتوجه لنا السيد الرئيس بكلمات احنا كل يوم نسمع فيه، لكن نسمع في عمليات جلد مستمرة، عمليات جلد، لكنه لم يخرج ليطمئن التونسيين على مستقبلهم، على مستقبل الحريات، على مستقبل المنظومة الحزبية ككل، على مستقبل الديمقراطية في البلاد. بالنسبة لي شنعطيك، يعني اليوم ذكر مثال مسألة الحريات، قال كحنا ما عندناش مشكلة في الحقوق، وبالنسبة لحق التنقل قال لم يقع حرمان الكثيرين من التنقل عدا بعض العشرات، قال بالضبط كما هيك الكلمة نتاعو، ممن لديهم قضايا الاستيلاء على المال العام. قال لك ما عندناش مشاكل مع الحريات. رئيس الجمهورية اليوم طمنا مثال مع في لقائه مع السي علي مرابط، ما عندناش مشكلة. لكن أنا اليوم وقت اللي نلقاه أنه يحجر السفر على القضاة، عندنا قرابة 3000 قاضي أو ما يزال 3000 قاضي الكل ممنوعين من السفر، ما نجمش يكون هذا الإجراء مطمئن للتونسيين. اليوم وقت اللي نلقى انا كل من يحمل في بطاقه تعريف صاحب مؤسسه او مدير عام او رئيس مدير عام في مؤسسه في شركه او في مؤسسه اقتصاديه ممنوع من السفر، ما نجمش نقول انه ما يذهب فيه السيد الرئيس قد يكون فيه اشارات طمأنة للمجتمع التونسي. ثم فما نقطه مهمه جدا اردت التعليق والمرور عليها، هي انه السيد الرئيس هل كان بإمكانه أنه يصلح المنظومة؟